أنا أعتقد الرأي مثال الجزيرة في ظل انتشار وباء كورونا المستجد حول العالم الذي وصل إلى البحرين وطننا الغالي، تعرض بعض من أفراد عائلتي إلى الإصابة بهذا المرض وأودع بحياة عمي العزيز إبراهيم الجزيري بعد أن وصل إلي نبأ الوفاة. طلبت من بعض أفراد الشرطة إخبار أحد ضباط الإدارة فقاموا بتقييدي وتركيب الكونتر، وبعد وصول النقيب محمد عبد الحميد معروف النقيب سعود بفلاح قام الشرط المدعو مسعد بإخبارهم عن حالتي، حيث أني طلبت زيارة داخلية لرؤية أخي وطلبت اتصال حتى نهاية الفاتحة، وصلني الخبر بالرفض التام. يدعون أن هناك عدل ومساواة وحقوق الإنسان. النيابة العامة والمحكمة ووزارة العدل وإدارة تنفيذ الأحكام ووزارة الداخلية يتغنون بحقوق الإنسان والعفو الإنساني والمكرمة الإنسانية. أنا من داخل السجن لم أطلب سوى رؤية أخي الأكبر، وإلى كل من يريد أن يدعي أن هناك سبل وطرق للإنسانية في هذا الوطن فعليه رؤية هذه الحالة الإنسانية بعين الاعتبار. حفظ الله جميع المصابين بهذا الأوضاع وشفاهم من كل بلاء. مقدار الجزيرة مبنى 4 عنبر 2 غرفة 13.